تواصل مؤسسة حياة كريمة بيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين في محافظة الشرقية، وذلك بالمنافذ الثابتة والمتحركة بكافة مراكز ومدن المحافظة. يأتي ذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. المبادرة بتحاول توفر لأهالينا الحاجة اللي تخفف عن كاهلهم الغلاء، وبتحقق إن احنا بنحاول نوفر اللحوم بسعر منخفض. وحضرتك شايف الإقبال النهاردة، الناس مقبلة على اللحوم لأنه بسعر كويس. بنشكر حياة كريمة على توفير السلع الأساسية للمواطن، ونشكر فخامة رئيس الجمهورية على توفير السلع بأسعار رخيصة، واللحمة كويسة مش فيها فرق في حاجة.